كيفية وضع اليد أثناء الصلاة عند قراءة الفاتحة. عندنا حديث وائل ابن حجر وهو في السنن وحديث صحيح غاية في الصحة، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي يضع يده اليمنى على كف ورزغ وساعد يد اليسرى يجعلها على صدره. وكلمة الساعد تطلق على الساعد كله وعلى جزء من الساعد. الساعد اللي هو ما بين الرزغ والمرفق، يعني ده كله من ده اسمه رزغ وده مرفق، إذن ده كله يسمى ايه؟ ساعد. فإما أن يضع اليد اليمنى على الساعد كله أهو، وإما أن يضع على جزء من الساعد، يعني لو كده 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 أي جزء، فكلاهما صواب. فإن اللفظ إذا أطلق قد يراد حقيقته وقد يراد إيه؟ جزءه. ماشي زي ما تقول قبلت رأسه وتقصد جزءا من رأسه.